خلال احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مواجهة أهل الشر هي قضية وجود وحفاظ على كيان الدولة المصرية. كما أكد أيضا وزير الأوقاف أن روح أكتوبر هي رمز للتضحية والفداء في سبيل الوطن، وأن نصر أكتوبر يعد علامة بارزة في تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة التي ضحى أبناؤها بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم. حب الوطن والاعتزاز به وحس الانتماء إليه قيمة إسلامية عظيمة وفطرة إنسانية، ومواجهتنا لأهل الشر قضية وجود، تأكيدة وزير الأوقاف من محافظة الغربية خلال عيدها القومي والذي يتواكب شهر أكتوبر شهر الانتصارات. وهذا العيد يأتي أيضا في ملحمة وطنية سطاها أبناء محافظة الغربية في 7 من أكتوبر 1798، يعني منذ 222 عام، العيد القومي لهذه المحافظة الذي يتوافق مع احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر. توافق أيضا اليوم أن احنا بنفتتح 27 مسجدا جديدا على مستوى الجمهورية، وهي محافظة الغربية لها خصوصية. احنا ايضا في عدد من المساجد تدارسنا مع السيد المحافظ الاهتمام بها وصيانتها بالتنسيق مع وزارة الاثار، وهي مسجد الاحمدي بطنطا، مسجد سيدي عز الرجال، مسجد الشيخ صباح، عدد من المساجد الاثرية بيتم بالتعاون بيننا وبين المحافظة في تنسيق كامل. روح اكتوبر روح العزة والكرامة والنصر، روح العزيمة والارادة والبسالة. استعادة هذه الروح بات حاجة ملحة لتعزيز قيمة الولاء والانتماء للحفاظ على كيان الدولة، تأكيدات أخرى تأتي على لسان القيادات التنفيذية والدينية بالغربية. نهني الشعب المصري أيضا بذكرى انتصار الشعب المصري الأصيل على العدو الغاشم في 6 أكتوبر، والذي أثبت قوة الشعب المصري المتماسكة، ولذلك الشعب المصري في هذه الأيام هو في تماسك كبير جدا وفي تعاون في كافة مؤسساته على كافة الأصعدة. والمساجد التي تبنى هي رسالة كبيرة جدا لمصر بكاملها في أننا على الطريق الصحيح، على الطريق المستقيم، في أننا نبني ونعمر ولا نخرب ولا ندمر مصر ماضية قدما رغم كل التحديات التي تواجهها. الشعب الغربية يشعر فعلا أنه في عيد خلال هذا الشهر اللي بيتواكب مع انتصارات قوات المسلحة وانتصارات الشعب المصري في هذا الشهر العظيم شهر أكتوبر، فإحنا بنوجه كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير على تعاونه ودعمه الدائم لمحافظة الغربية. بنشكر الجميع على تشرفهم لنا، ونتمنى للشعب الغربية وشعب مصر كله دايما التوفيق والنجاح تحت قيادة قائدنا وزعيمنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الانتماء الحقيقي ليس كلمات تردد، إنما هو عمل يترجم على أرض الواقع من المصريين المخلصين في معركة التنمية والبناء والتعمير. من محافظة الغربية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.